زي ما انتم شايفين بقى بي دي اف مش وورد، شكله جميل فعلا والوانه رائعه. والمهم ان الموضوع حقيقي. تعال اخي تعال الى رياض تنتشي تراب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مؤخرا اتطلب مني اكتر من مره ان انا اعمل فيديو عن طريقه البحث على الانترنت عن مواضيع معينه عشان البحوث اللي طلبتها وزاره التربيه والتعليم في مصر من اطفالنا في المدارس، بصرف النظر عن عدم اقتناعي بالفكره. لكن ان شاء الله في الفيديو ده بسرعه شديده هعرفكم ازاي تعملوا بحث ممتاز جدا في دقائق معدوده، وانا مش محضر تقريبا اي حاجه. يعني اول حاجه لازم نعملها ان احنا نجيب الرقم التعريفي للطالب، وده سهل جدا من الموقع ده، هسيبه لكم في صندوق الوصف. بندخل الرقم القومي هنا، ده الرقم القومي بتاع بنت اخويا الحبيبه منى، ربنا يحفظها يا رب، وتاريخ الميلاد طبعا هي 21 يونيو، كل سنة وهي طيبة، عيد ميلادها قرب. ونختار المحافظة أو المدينة والنوع أنثى طبعا، ونقول له تسجيل دخول. فالثواني معدودة هنلاقي كل البيانات ظهرت، الرقم القومي واسم المدرسة، وهنا بيكون كود الطالب. الخطوة الثانية إن احنا بندخل على موقع وزارة التربية والتعليم اللي هو moe.gov.eg، وبعدين ندخل هنا على المشروعات البحثية للمراحل التعليمية، ودي القواعد العامة. طبعا البند الأخير ده سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر، يعني قمة الهزار، بس ماشي الحال. المهم ننزل تحت نختار المرحلة الدراسية وليكن الابتدائية، ونختار الصف وليكن الصف الثالث. وهنا خطوات المشروع البحثي، يعني هو عايز ايه بالظبط من البحث ده. هنقول له نعمل فولدر اسمه بحث، نقول له ستارت داونلود، نزله. نيجي للقوالب او التمبلتس اللي هنكتب فيها البحث. هنلاقي القالب الاول الثاني الثالث الرابع، المفروض كان يكتب الموضوع هنا عشان تحمل اللي انت عايزه بس، لكن هو تقريبا الاولاني عن السياحه، الثاني عن الطاقه، الثالث عن الصحه، الرابع عن الماء. هنفترض ان احنا نعمل حاجه عن الصحه عشان الناس كلها عامله عن البيئه او الماء او الحاجات دي، هنعمل عن الصحه. هنعمل داونلود. انا نزلت كل التطبيقات دي لكل السنوات وعملت عليها تعديلات الى حد ما مفيده، وعملت تطبيق اندرويد ان شاء الله اول ما يتوافق عليه هسيبه في صندوق الوصف تحت، لكن مؤقتا هسيب لكم اللينك بتاع الجوجل درايف بتاعي، وهتلاقوا عليه التمبلتس المعدله. هنلاقي كل المراحل على الجوجل درايف بتاعي، هتلاقي الابتدائي والاعدادي، الثانوي فاضي بس لو في حاجه نحطها فيه ان شاء الله. ممكن ندخل مثلا على الاعدادي، هنلاقي الثلاث سنين، سنه اولى وثانيه وثالثه. لو ضغطنا على سنه اولى مثلا هتلاقي الابحاث كلها هنا. انا هنزل بتاع ثالثه ابتدائي زي ما قلنا، يبقى هدخل على برايمري ابتدائي يعني، واختار ثالثه. والبحث بتاعنا هيكون ده السياحه، الطاقه، الصحه. للصحة، ونقول له داونلود، وبرضو هنحطه في نفس الفولدر بتاعنا. نروح بقى للفولدر نفسه اهو، ممكن نبص بصة سريعة على الشروط في موضوع الصحة. الصحة من أعظم النعم على الإنسان، ويجب المحافظة عليها في ضوء دراستك. قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: أساليب للحفاظ على الصحة، فوائد الماء للحفاظ على صحة الإنسان، تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة بالسنتيمتر للحفاظ على الصحة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، ثم حساب محيط اللافتة. نقطة اللافتة دي تم إضافتها مؤخرا، وهي مش موجودة في القالب الأصلي، لكن أنا حاططها في القالب اللي أنا عامله. نفتح القالب الوورد اللي أنا عامله، جاهز مش محتاج فك ولا حاجة. احيانا لما بننزل ملف وورد من الانترنت بيكتب لك هنا ان هو غير قابل للتعديل، وفي اختيار اسمه انيبل ايديتنج، اضغط عليه خلاص الموضوع انتهى، هتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. هنا زي ما انتم شايفين انا هنا ضايف عده ارقام للرقم التعريفي لو اكتر من واحد مشتركين في نفس البحث، لان في القالب الاصلي مفيش الاضافه دي. كمان اضافه اللافته هنا عربي وانجليزي، هنشيل كلمة عربي ونكتب اللافتة بتاعتنا، او انجليش ونكتب
الانجليش بتاعتنا، وطبعا مظبط شويه مقاسات واحجام للمربعات اللي قدامنا. خلينا نبدا نبحث ونشوف افضل طريقه للخروج بموضوع مناسب لهذا البحث. قبل ما نبدا ان شاء الله لازم اقول ان انسب وافضل طريقه لعمل البحث ده يا جماعه ان الطفل نفسه يقرا عده موضوعات متصله بالبحث وبعدين يكتب اللي يقدر عليه. احنا ممكن نساعد مساعده طفيفه، لكن موضوع اللزق والقص ده للاسف يعني لا يربي ولا يعلم، لكن للاسف احنا في دوله تحض على الجهل والغش. اول حاجه مهمه عايز اقولها لكم ان اي حد بيدخل بيقوم عامل جوجل وبعدين يقوم كاتب موضوع عن الصحه ويقوم واخد اول موضوع والموضوع انتهى وخلاص خلصت المساله. لكن المشكله ان في تدقيق وفي بحث، لو ده حصل يعني هيبقى الموضوع صعب. طيب نعمل ايه؟ نرجع تحت شويه او ننزل تحت شويه ونختار موضوعات مش في المقدمه، او حتى نرجع للصفحات المتاخره عشان ناخد موضوع بعيد شويه عن اللي الناس بتستسهل وتاخده من جوجل. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انت ما تستخدمش جوجل خالص. يعني في محرك بحث جميل اسمه بينج، ده تبع مايكروسوفت، وبرضه هنعمل نفس الموضوع. طبعا احنا اول حاجه عايزينها عنوان للموضوع، ماشي، نكتب موضوع عن الصحة. وبعدين نبص كده، وممكن برضو نروح للصفحات اللي بعد كده، نبعد خالص بقى يعني أهمية الصحة. جميل، وفي حتى موضوع تعبير عن الصحة عنوان الحياة للصف السادس الابتدائي، وفي بحث بالإنجليزية موضوع كذا، موضوع عن صحة الإنسان. طيب نروح نفتح ده ونفتح ده، وأفضل موضوع تعبير عن الصحة بالعناصر يصلح لجميع الصفوف، يعني حاجة جميلة جدا. ولافتات إرشادية بقى عشان اللافتة الأخيرة. نبدأ نبص في الصفحات اللي احنا فتحناها. أهمية الصحة، ده عنوان جميل، لكن خلينا نبص على التانيين برضو. الصحة هي نعمة كبيرة من نعم الله، جميل. احنا ممكن نخلط العنوانين ويبقى نعمة الصحة وأهمية الحفاظ عليها. كده حصلنا على عنوان من دمج عنوانين، فالعنوان يعتبر بتاعنا تماما. ممكن نسيب الخط زي ما هو كده او نكبره شوية ونغير لونه ونخليه اسود مثلا عشان يبقى مختلف عن التايتل اللي فوق ده، نعمة الصحة وأهمية الحفاظ عليه. عنوان جميل ورائع. هنا هنكتب الرقم التعريفي للطالب، وبرضه يستحسن نخليه اسود، موضوع سهل خالص. لو اكتر من حد طبعا بنضيفهم برضه. وبعدين ندخل على المقدمة. هنرجع تاني ل الصفحات الجميلة بتاعتنا ونشوف مقدمتها أخبارها إيه. يعرف العلماء الصحة على أنها مستوى كفاءة كذا 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 كذا. طيب نشوف مقدمة تانية. تمام، الصحة هي حالة الإنسان الخالية من الأمراض، أي عندما يتحقق السلامة في بدني وعقلي كما جاء في تعريف منظمة الصحة العالمية. طيب احنا ممكن نعمل حاجة ظريفة قوي، ناخد ده ننسخ المقدمة دي هنا، وبعدين نحط التاتش بتاعنا بقى ونلتزم ب 20-25 كلمة، مفيش داعي للمبالغة. هو بيقول لك الصحة هي حالة الإنسان الخالية من الأمراض كذا كذا كذا، والتعريف بتاع الصحة منظمة الصحة العالمية أنها حالة اكتمال السلامة. هنشيل كل الجزء ده الأولاني ده ونكتب الصحة هي حالة اكتمال السلامة جسديا وعقليا واجتماعيا، حيث أن الشخص يكون سليما، حيث أن الشخص عندما يكون سليما فإنه يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وبالتالي الاستمتاع بكل ما في الحياة. وكفاية كده. وبعدين نكمل جزء من عندنا بقى عشان يبقى فيه مساهمة مننا. لذلك وجب علينا جميعا
الحفاظ على صحتنا وصحة مجتمعاتنا. وبرضو ننسقه تنسيق جميل كده، نخليه اسود ونكبر الخط شوية وليكن 16 ونخليه في النص كده. خلصنا المقدمة واظن انها جميلة وفيها قدر من المساهمة الشخصية. نيجي بقى لعناصر الموضوع، 200-250 كلمة. جميل، نجيب صور وبرضو بنفس الطريقة bing.com ونضغط هنا نقول له images وبعدين نقول الصح. هنلاقي مثلا صورة جميلة هنا للأطفال، صحتي من حقي. ننزل الصورة دي رغم انها صغيرة شوية وندور تحت برضو. الصورة دي لطيفة، صحة وميزان وخضروات ماشي الحال. وقبل ما نجيب الصور بتاعتنا نشيل كلمة صورة دي خالص وبعدين نجيب الصور بتاعتنا، نتأكد ان احنا واقفين على المربع وبعدين نعمل دراج اند دروب، يعني نشيلها كده ونرميها في الصندوق. تمام، والتاني برضو نفس الشيء، نختار الصندوق وبعدين طبعا نلاحظ ان الصورة كبيرة شوية، نعمل عليها دبل كليك ونصغر الصورة نفسها. ودي ممكن نكبرها شوية عشان يبقوا قد بعض تقريبا. وممكن نشيل البينك اللي ورا ده خالص لو عايزين. نحن بنقف على المربع نفسه من بره ونعمل رايت كليك ونقول له فيل ونخلي الابيض الخلفية ابيض، وبرضه نفس الشيء هنا رايت كليك والفيل برضه ابيض. كده يبقى حطينا صورتين جمال ولهم علاقة بالأكل والصحة وكمان الأطفال. نيجي للعناصر، العنصر الأول عشان نبقى منظمين كده ونغير لونه، نخليه أحمر مثلا مميز. وبعدين نروح لموضوعاتنا الجميلة، ده عنصر كويس، أهمية الصحة أو أهمية صحة الإنسان، أهمية الصحة. ونغير اللون نخليه مثلا ازرق، ازرق مبهج كده. وبعدين نغير اللون عشان لما بننقل تحت هياخد اللون اللي قبله، فنخليه اسود جديد. ونشوف بقى هنكتب ايه العناصر. الصحة نعمة كبيرة يمن بها الله على الانسان، فمن يتمتع بصحة كده كده. جميل، كلام جميل، ناخده كده على بعضه. هنشيل اللينك اللي تحت ده ولازم نبص على اللي احنا بنحطه، ما نسيبش الموضوع كده وخلاص. الصحة نعمة كبيرة يمن الله بها على الإنسان، فمن يتمتع بصحة جيدة فإنه نال الكثير من النعم التي يفتقدها المريض والعاجز. وحتى أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر في حديث نبوي فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقوم مغيرين شوية كده ونزلين سطر جديد، نستطرد بقى وتكمن أهمية صحة الإنسان بالآتي. طبعا خلينا ننسق عشان يبقى الكلام على أطراف السطور ونقول له هات ناحية اليمين. وتكمن أهمية صحة الإنسان بالآتي، ونخلي دي برضو لونها مميز لأن بعدها هيبقى فيه نقاط. الصحة مبعث الطمأنينة والراحة النفسية. وطبعا بدل ما نحط أرقام نخلي الموضوع ظريف شوية ونيجي هنا، شايفين العلامة دي في هوم، هنا أرقام وهنا نحط نقط ونشيل اثنين دي. الصحة مبعث الطمأنينة والراحة النفسية، فكما هو في الحكمة الشهيرة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى. ومجرد ما نضغط انتر هيظهر النقطة الثانية السوداء دي، نظبط المسافات بس.
الصحة سبب أساسي لتمتع الإنسان بعقل سليم وفكر منطقي. وبرضو ممكن نقتطع ونعمل إن العقل السليم في الجسم السليم. أنا شخصيا متحفظ على الجملة دي لكن بتعجبني. الصحة قوة لمواجهة الصعاب والمشاكل. جميل. وبرضو ممكن نقسم أكتر من نقطة نفرش لهم الدنيا كده عشان يتبسطوا يعني. الإنسان الصحيح والسليم من الأمراض هو الأقدر على مواجهة مصاعب الحياة وهمومها. جميل. وبعدين نضغط انتر وانتر كمان هنشتق نقطة من اللي قبلها دي من عندنا بقى. الإنسان الصحيح بدنيا وذهنيا ينفع وطنه وأهله ومجتمعه أكثر من الإنسان المريض أو الضعيف. النقطة اللي بعد كده هي مبعث الثقة بالنفس. هنقول نمسح ده ونمسح النقطة دي. الصحة هي مبعث الثقة بالنفس وكفاءة الإنسان، فإن الإنسان القوي. وبرضو هنمسح كده، زود بقى، زود نقط. الإنسان، هنقول الإنسان القوي الصحيح واثق بنفسه وبقدرته، قادر على حماية نفسه وعائلته ووطنه. كمان نظبط المقاسات، نخليها كلها زي بعض، نقول 16. جميل جدا. وهو اوتوماتيك متنسق من الجنب، انتوا شايفين منظر جميل. نيجي على الصفحة الثانية ونقول ناخد العنوان ده للتسهيل يعني، رايت كليك كوبي، وننزل تحت نقول له بيست، ونخلي ده العنصر الثاني. المرة دي بقى هيبقى ايه؟ كيفية الحفاظ على صحة الإنسان. وبرضه نخلي الفونت اسود لأنه هينقل معانا أزرق من اللي فوق. ممكن احنا نكتب من عندنا بقى يحافظ الإنسان على صحته باتباع بعض العادات السليمة وترك العادات السيئة. على سبيل المثال خلينا نظبط هنا المقاس، احنا ملتزمين ب16، ونخليه ناحية اليمين ونعمل نقطتين هنا، وننزل بقى نعمل النقط الجميلة بتاعتنا اللي احنا كنا بنعملها في الصفحة اللي فاتت برضو من هنا نقطة، وندور بقى. طبعا هو يحافظ الإنسان على صحته باتباع بعض العادات السليمة، يعني احنا ممكن نكتب للصبح في الموضوع ده، الرياضة، الطعام الصحي، ترك العادات السيئة او الاكل المبالغ فيه او قلة الاكل بشكل مبالغ فيه او ترك التدخين، كل دي امور. لكن خلينا نلتزم بالبحث في الانترنت عشان يبقى عندكم خيارات. المحافظة على الصحة، جميل. كيفية المحافظة على الصحة، شرب الماء، و حط التاتش بتاعك عشان لو حصل انهم راجعوا وقارنوا والكلام ده كله، رغم ان انا اشك ان عندهم القدرة دي، ما تبقاش في خطر يعني، ما تبقاش قلقان، ويبقى ابنك او بنتك برضو عندهم ثقة انهم عملوا حاجة بايدهم مش غش كده وخلاص. هنشيل طبعا الكلام اللي تحت ده. طبعا انا وريتكم ازاي بنقدر ندخل مساهمتنا في البحث عشان يبقى فعلا بتاعنا، لكن كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل ان احنا نغير في ترتيب النقاط، لكن بعد ما نفصصها كلها. اشرب كميات كبيرة من الماء يوميا، تمام، ادي نقطة. لكن هنلاحظ ان صيغة المخاطب هنا مش مناسبة للعنوان اللي فوق، فممكن نغير العنوان او نغير في النقاط نفسها. اهتم بتناول وجباتك الرئيسية، الفطور والغداء والعشاء، التزم بنظام غذائي صحي، وابتعد عن المأكولات الدهنية والمشروبات الغازية. ماشي، كفاية كده، هي نقطة كده كفاية عليهم كده. احرص، ماشي، احرص على ان يكون نظامك الغذائي متنوع
متنوعا ويحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. تمام، احرص على اكل الخضار والفواكه وغسلها واغسلها جيدا قبل الاكل حتى تتخلص من السموم الكيميائية فيها. بيعترفوا ان فيها سموم، طبعا فيها سموم. ابتعد عن المواد المعلبة والأطعمة المضافة إليها مواد حافظة أو ملونات أو منكهات صناعية. هنظبط كل ده، بس إيه نرتبهم. بس احصل على قسط كافي من النوم بما لا يقل عن 8 ساعات على أن يكون في الليل. طبعا احرص على ممارسة تمارين رياضية بانتظام، يعني أنا أفضل ممارسة الرياضة. بانتظام على ألا تقل عن نصف ساعة يوميا. طيب يعني بصوا أنا هوريكم إزاي بنغير تغيير بسيط لكن بيفرق ولو لدقائق معدودة كل يوم. فالرياضة من أهم عناصر المحافظة على الصحة وقوة البدن والعقل. جميل، أحسن ما هي مكتوبة كمان. احرص على نظافتك الشخصية، فالنظافة سبب أساسي لصحة الجسم وسلامته من الكثير من الأمراض والأوبئة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظافة من الإيمان. من عندنا احصل على قسط كافي من أشعة الشمس التي تفيد جسمك دون الإفراط بذلك. فالشمس مصدر رئيسي لفيتامين د، وتساهم في صحة البشرة والشعر دون مبالغة في التعرض للشمس. ابتعد عن كل الأمور التي تسبب لك الأرق والتوتر النفسي. أو ده ما ينفعش، بس ماشي الحال. فإن كثيرا من الأمراض الجسدية سببها الاكتئاب والضغط النفسي. صحيح تماما. ممكن نحن نضيف من عندنا بقى بعض النقاط البديهية جدا، يعني مثلا ونحطها في النص كده نفرقهم. ابتعد عن التدخين وكل مكان ينتشر فيه المدخنون. جميلة دي وسهلة خالص. كمان ممكن نعدل على بعض النقاط، مثلا اشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل المفيدة يوميا. وممكن نعدل على بعض النقاط، مثلا اهتم بتناول وجباتك الرئيسية، الفطور والغداء والعشاء. طبعا الكلام ده موجه لطفل، لكن موضوع العشاء ده مش قوي، يعني نقول بتوازن ودون مبالغة في الطعام أو عناصره. يعني ما ناكلش كميات كبيرة، وكمان ما نبالغش في عناصر بعينها ونزود فيها زيادة عن اللزوم فنضار بدل ما نستفيد. التزم بنظام صحي كذا، التزم بطعام صحي غذائي، ابتعد عن المأكولات الدهنية. أهم من الدهنية كمان والسكريات والحلويات والمشروبات الغازية. تمام كده، احنا عندنا موضوع ممتاز جدا، عدد الكلمات فيه مناسب وأزيد كمان شوية من المطلوب. نتأكد من توحد المقاس، وهنا ممكن نغير اللون نخليه مثلا كحلي. جميل، ونكبره شوية عشان يبقى مميز عن اللي تحته، شوية صغيرين خالص. ما ننساش ان النقاط اللي احنا نقلناها دي ماشية بصيغة اشرب اهتم التزم، وبالتالي رأس الموضوع هنا لازم يختلف. يبقى احنا برضو بنتكلم مع حد المخاطب، يبقى هنقول لتحافظ على صحتك يجب اتباع بعض العادات السليمة وترك العادات السيئة. على سبيل المثال كده ممتاز، اشرب كذا، اهتم بكذا، التزم بكذا، وكده يبقى
انتهى الامر. طبعا زي ما انتم شايفين احنا قفلنا الصندوق، فقدامنا كذا حل عشان نعمل الصندوق اللي هو طالبه. هو طالب هنا تصميم لافتة على شكل مستطيل بأبعاد مناسبة بالسنتيمتر، على أساس إن دي يعني رياضيات بقى يعني وكده. فإحنا استهلكنا المربع كله، قدامنا أكتر من حل، إما إن إحنا نصغر الخط شوية، يعني نصغر الخط كله، هنيجي هنا ونعمل كله مرة واحدة على العلامة دي. أيوة تمام، لسه برضو جميل، وفضل عندنا مساحة كبيرة جدا، نكبر مرة تانية. جميل، مساحة مناسبة جدا، وأظن كده ظبطنا. بس نشوف بقى ده مقاسه كام، ونخلي اللي فوق زيه بالظبط. ده 14، يبقى الأسود هنا هنخليه برضو 14 بدل 16، وده بنكبره أكتر مرتين، والأساسي ده احنا عاملينه هنا 18، يبقى هنا 18 كده. ممتاز جدا ومناسب. ايه اللافتة المستطيلة دي؟ مجرد صورة وبتكتب له عليها ابعادها، وعشان يبقى مبسوط وشايف ان انت يعني راجل عملت رياضيات وكده، فهنعملها له. الموضوع سهل جدا، ازاي نعمله هقول لكم حالا. هنفتح برنامج زي الفوتوشوب مثلا، او اي برنامج تاني يعني مش لازم فوتوشوب. ندخل على نيو او جديد يعني، وبعدين بدل بيكسل هنا هنختار سنتيمتر، ونقول له العرض مثلا مش حاجة كبيرة قوي 4 سنتي، والارتفاع او الطول وليكن 3 سنتي. كده احنا عملنا قالب 4 سنتي في 3 سنتي، اي صورة هنحطها فيه هتاخد نفس الابعاد دي. نروح بقى نجيب الصورة، ندخل على جوجل المرة دي عشان ما يزعلش مننا، ونقول له صحة. دي صورة تفتح النفس كده وفيها أكل صحي كلها وجودتها كويسة كمان. وفي صورة تانية هنا ناخد دي، ماشي، فيها لحوم وفواكه وكل حاجة وخضار كمان. نفتح الفوتوشوب ونروح على الصورة بتاعتنا الجميلة دي، وناخدها برضو نرميها كده في الصورة دي. جميل، ونتحكم بقى في الحجم بتاعها لحد ما تظبط على قد المستطيل بتاعها، ونضغط انتر بس خلاص. نسجل بقى الصورة الجميلة دي، نقول له سيف از، نسجل الكمبيوتر في الفولدر بتاعنا طبعا، وبعدين نسميه اي حاجة health. بس نغير بقى نخليه جي بي جي. اوكي، يقول لك الجودة بتاعته ايه، قول له ماكسيمم او اي حاجة مش فارقة. نفتح الملف بتاعنا تاني، ننزل سطرين بس نتأكد ان النقطة مش معانا واحنا نازلين، وبعدين نخلي الموضوع في النص، ونروح على الصورة بتاعتنا الجميلة اللي احنا لسه عاملينها مش القديمة عشان المقاس يعني هقيس يعني، ونعمل دراج اند دروب، نرمي الصورة هنا ونكبرها شوية، وناخد الكورسر ده برضو نخليه في النص عشان نكتب المقاس. احنا قلنا 4 سنتيمتر ده اللينكس او اللينث، وتحت هنا نكتب 3 سنتيمتر كده. ممتاز، وننزل بقى تحت نكتب the perimeter of the rectangle. هو عايزه بالانجليزي يعني، هو عايزه بالانجليزي، فعملها له بالانجليزي وريحه. links equals 4 centimeters، width equal 3 سنتيمتر. هو عايز بقى المحيط بتاع المستطيل ده يبقى the perimeter equals 4 زائد
تلاتة في اتنين اللي هو الطول زائد العرض في اتنين عشان يديك المحيط، أربعة زائد تلاتة يبقى سبعة في اتنين 14 سنتيمتر. بس كده احنا ظبطنا الدنيا. ممكن نخلي ده اسود كمان عشان يبان اكتر. خلينا ازرق، والله ما انا مرجعك. ماشي ازرق جميل. نيجي بقى لللفتة. ايه اللافتة بقى اللي في موضوع الصحة؟ اللافتة يعني مقولة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. جميل. طب انجليش سهل خالص، health is wealth، منتهى البساطة. نيجي للنتائج. طبعا بعد كل اللي كتبناه ده اكيد تقدر بسهولة تكتب نتائج من كل اللي قرناه، اهمية الصحة وقيمتها في حياة الانسان والحفاظ عليها وكل هذه الامور. لكن لو انت عايز تنقل وخلاص، نروح تاني نتائج لموضوع الصحة. بحث كامل عن الصحة، مقدمة كذا. اهو يا سيدي، اهو الصحة هي اغلى ما يملك الانسان، فهي السلامة والعافية من المرض وكذا وكذا وكذا. وان الصحة كنز لا يشعر بقيمته الا من حرم منه. احنا ممكن ناخد القصة دي كده، احنا عايزين سطرين ثلاثة بس، نحطهم هنا كده وناخد منهم. الصحة هي اغلى ما يملك الانسان، فهي السلامة والعافية من المرض. طيب ونقطع ونقول له في الصحة هي سبيل الإنسان لخدمة نفسه دون حاجة الآخرين، دون الحاجة للآخرين. يعني هنصلح عليكم. وهي الأداة التي تحرك الإنجاز وتحقيق أهدافه، كما أن صحة الفرد توفر عليه عناء كذا وكذا. طيب خلينا نقفز، يعني دي أفضل طريقة عشان ما تبقاش واخد باراجراف على بعضه، فيبقى كأنك بتغش غش عمياني. وعند اهتمام كل فرد في صحته ينشأ مجتمع سليم معافى قادر على المضي في سبيل التطور والابتكار دون إنفاق مبالغ طائلة للقضاء على بعض الأمراض والبحث عن علاجات لها. يا سلام، جميل. ونكتفي بهذا القدر ونشيل طبعا الحاجات دي. تمام. المصادر بقى، المصادر حضرتك احنا جبنا مثلا النتائج دي من الموقع ده او من الصفحة دي، هناخده كده زي ما هو ونحطه هنا. وطبعا هو لو بيراجع وراك اللينكات او الصفحات، يبقى اللي احنا بنعمله ده هو افضل حاجة، ان انت ما تنقلش نقل فوتوكوبي. وخدنا شوية من هنا برضو. خدنا شوية من هنا. وخدنا شوية من هنا. عشان حتى نبين واحنا بننقل ان احنا بذلنا مجهود واتبعنا عدة مصادر، مش صفحة واحدة ونقلنا منها كل حاجة وخلاص. وبكده نكون عملنا بحث جميل جدا فعلا بمجهود قليل وفي دقائق معدودة، مع العلم ان انا اتبعت الطريقة الاصعب شوية عشان نخرج ببحث حقيقي فيه لمسات من ايدينا ومن عقلنا، لو حد قرأ فعلا هيستفيد.
نعمل سيف بقى في الاخر، اهم حاجه لو ما عملناش سيف تبقى مشكله. كده عملنا سيف على التمبلت او القالب اللي عندك، وبعد كده نعمل له سيف بي دي اف برضو من خلال الوورد، سيف از، نقول له براوز ونختار البي دي اف اهو. وطبعا هو فتح اوتوماتيك زي ما انتم شايفين، بقى بي دي اف مش وورد، شكله جميل فعلا والوانه رائعه. والمهم ان الموضوع حقيقي. ولو رحنا على الفولدر بتاعنا هنلاقي الملف البي دي اف بتاعنا هنا، ده اللي هنبعته بقى يعني. لو فتحناه برضو عشان نتاكد هو نفس اللي مفتوح هنا. يا رب يكون الفيديو افادكم. هو الحقيقه تعبني جدا لان عشان اجمع البيانات واعرف، وانا ما عنديش ولاد في مدارس مصريه. ارجو ان يكون الفيديو افادكم وفاد اولادكم. لا تنسونا من الدعاء، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، خصوصا السبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.